هاي. هنا عندنا التشيز كيك بالحجم الطبيعي. والنهاردة في مطبخ يلا نجرب مع ريري هنحاول ان احنا نعمل اكبر تشيز كيك في العالم. يس. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة عايزة اعرض لكم تعليقات من البنتين الجمال اللي هيطلعوا معنا في فيديو النهاردة. عايزة اقول لهم شكرا من كل قلبي على الكلام اللي يجنن. ولو انتوا كمان حابين ان التعليق بتاعكم انتوا يطلع معايا في الفيديو اللي جاي، كل اللي عليكم تعملوه هو انكم تكونوا عاملين لايك كبير جدا على الفيديو ده، وانزلوا دلوقتي حالا اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس علشان كل ما انزل جديد يوصل لكم اشعار اول باول، واخيرا انكم تسيبوا لي التعليق بتاعكم تحت في الكومنتس وبس كده. علشان نعمل اكبر تشيز كيك في العالم اكيد لازم يكون عندنا مكونات. يلا بينا على السوبر ماركت. لما رحت على السوبر ماركت كان عندي اختيار من اثنين. اول اختيار واللي هو اني اعمل التشيز كيك من الصفر واجيب كل المكونات بتاعتها، وده بصراحة هيكون الاختيار الاصعب. والاختيار التاني واني اجيب بوكسات كتير من خليط التشيز كيك ونعمل اكبر تشيز كيك في العالم، بس بصراحة ده بالنسبة لي يعتبر غش، فاكيد قررت اني اروح للاختيار الاول. تشيز كيك في العالم بتكون مقسومة لثلاث طبقات. اول طبقة اللي هي البسكوت، تاني طبقة اللي هي الجبنة، وتالت طبقة واللي هي الفراولة. عندنا هنا 50 علبة من الجبنة، 8 كيلو من البسكوت. بس لحظة، طبعا مستحيل ان احنا نعمل اكبر تشيز كيك في العالم من غير ما يكون عندنا برضو اكبر طبق في العالم، الطبق الاحمر. هو ده الطبق اللي هنعمل فيه النهاردة التشيز كيك العملاقة. الطبق ده على فكرة هو نفسه اللي عملنا فيه الشوكولاتة، فاكرينها؟ فاول حاجة لازم نعملها ان احنا نحضر الطبق. هبدأ اني افرش الطبق بالبلاستيك ده علشان البلاستيك يكون زي قاعدة للتشيز كيك، ونعرف بعد كده نشدها او نطلعها بيه. انا متأكدة ان انتوا دلوقتي ما فهمتوش ولا اي حاجة، بس اوعدكم ان انتوا هتفهموا في اخر الفيديو. المهم هننتقل دلوقتي للخطوة الثانية وهي اننا نكسر البسكوت. اول حاجة لازم نعملها انه احنا نسيح الزبدة لانه هنحتاجها مع البسكوت. ترى ودلوقتي لازم نكسر البسكوت ده كله، لكن محتاجين خلاط. وبقى عندنا الخلاط. حرفيا يا جماعه الخلاط بتاعنا مش هيقدر ياخد اكتر من كده. انتوا متخيلين معايا قد ايه الموضوع ده هياخد وقت؟ انا بجد مش عايزه افكر في الموضوع. اوه ماي جاد جايز، البسكوت كله حرفيا اتكب عليا. لا او ماي جاد، الفيديو ده قاعد بيتحول لكابوس. Years later. انتوا مش متخيلين انا قعدت في المرحلة دي قد ايه. ما كنتش متوقعة ابدا ابدا، ما كنتش متوقعة خالص ان ممكن عملية تكسير البسكوت هتبقى ايه ده، في ايه؟ ايه ده؟ فضلت قاعدة 5 ساعات قاعدة بس بحاول اني اكسر البسكوت، وكانت عملية متعبة جدا. اوكي يا جماعة دلوقتي هندخل على الخطوة التانية واللي هي ان احنا نحط البسكوت كله هنا. اوكي همسكها كده واصب، مش عارفة لو دي احسن طريقة، بس دي الطريقة اللي انا يعني هعرف اعملها دلوقتي. ماي جاد البسكوت بجد كميته مجنونة. هبدأ دلوقتي اني افرد البسكوت ده علشان يكون قاعدة كده قوية.
عايزة اعترف لكم اعتراف، كمية البسكوت طلعت كبيرة جدا ومش هينفع ابدا ابدا استخدمها كلها، لانه حرفيا هتغطي الطبق كله ومش هتبقى تشيز كيك، هتبقى بسكوتة، وانا مش عايزة اعمل بسكوتة دي. دلوقتي لازم تدخل على الفريزر علشان تتجمد شوية وتجمد كده وتمسك نفسها. واخيرا وصلنا لتالت مرحلة من التحدي ده، وهي ان احنا نعمل الجبنة بتاعة التشيز كيك. في المرحلة دي هنحتاج بس ثلاث حاجات، وهم حليب مكثف محلى، سكر، وجبنة. الساعة دلوقتي على فكرة 12 بالليل، فأنا حقيقي بجد مش عارفة أنا هنام إمتى، والفيديو ده هيخلص إمتى، وأنا هخلص إمتى، فيلا بينا نبدأ. اوكي، اللي انا هعمله ان انا هقسم الخليط ده على حلتين، لانه بصراحه يعني ما اظنش انه حله واحده هتكفي كل ده. ودلوقتي هحط واحده بس من الحليب المكثف المحلى. اوه شكله حلو قوي، بس الريحه فظيعه. وهحط كمان نص كيس السكر ده. دلوقتي اللي انا هعمله ان انا هخلط الخليط ده. اوكي، انا حاسه ان دي هتكون اصعب مرحله حرفيا، لاني هعمل ده بايدي، وايدي اوريدي بدات توجعني وانا اصلا لسه ما بداتش. 2 hours later. البسكوت بتاعي تقريبا كده اتجمد، سو دلوقتي هبدا احط الجبنه عليه. واو شكلها تحفه الصراحه. ودلوقتي جه الوقت ان احنا ندخل التشيز كيك في الفريزر علشان تتجمد شويه. هنا واجهت مشكله حسستني ان التحدي ده ممكن ما يظبطش معايا، وهي انه التشيز كيك سبتها طول اليوم في الثلاجه، ورجعت تاني يوم ولقيتها ان هي ما اتجمدتش. اوكي جايز، سو ده اليوم التاني من التحدي بتاعنا النهارده، انه نصنع اكبر تشيز كيك في العالم. اوكي دلوقتي خلوني احاول اشيلها، بجد مرعوبه يا جماعه، فعلا فعلا خايفه ان هي تتكسر وتعبي كله يروح، وساعتها فعلا هروح انتحر. اوكي بسم الله، يلا شيل 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 شيل. يس يس يس، بري هي بري هي بري هي. اوكي اوكي اوكي. انا بجد مش قادره اصدق انه اكتر حاجه كنت خايفه منها ان هي تحصل حصلت بالفعل. انا بجد هنا كنت شويه وعيط حرفيا، لانه اللي حصل ده كان صعب جدا عليا، وانا بشوف مجهود يومين بيروح في ثواني. اوكي يا جماعه، بغض النظر ان التشيز كيك بتاعتنا اتكسرت للاسف، يعني حته منها بس صغيره هي اللي اتكسرت، لكن ده ما يمنعش ابدا ان هي برضو اكبر تشيز كيك في العالم، واننا نوعا ما نجحنا في التحدي ده. وبعدين عادي يعني اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم ان هي اتكسرت وانا لفتها علشان ما تاخدوش بالكم من الكسره. طبعا دي مستحيل تكون تشيز كيك غير لو كان عليها فراوله، فدلوقتي اللي هنعمله ان احنا هنزين. واخيرا خلصت تزيين التشيز كيك، وهو ده شكلها. دلوقتي خليني اوريكم اكبر تشيز كيك في العالم مقارنه بالتشيز كيك الحجم الطبيعي. الجزء اللي انا شخصيا متحمسه له هو اني ادوق التشيز كيك اللي انا بقالي يومين بعملها. اوه ماي جاد، واو، انا بجد في حاجه نفسي اعملها قوي. روعه. وبكده جايز نكون عملنا اكبر تشيز كيك في العالم في البيت. طبعا انا مش متاكده لو هي دي اكبر تشيز كيك في العالم كله، لانه اكيد في شيفات عالميين عملوا اكبر، لكن انا متاكده ان هي دي اكبر تشيز كيك اتعملت في الوطن العربي، او بمعنى اصح في البيت. انتوا اكتبوا لي تحت في الكومنت انتوا حاسين انا عديت التحدي، عملت كويس ولا لا، يعني قيموا كده الاداء بتاعي في الفيديو ده. وبس جايز كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو ده، اتمنى من كل قلبي تكونوا حبيتوا الفيديو واستمتعتوا بيه. بليز جايز لو حبيت الفيديو ده انزل اعملوا لايك، هتعملوه في ثواني حرفيا، وكمان سبسكرايب لقناتي علشان عيلتنا توصل للمليون. وبس جايز، ثانك يو سو ماتش فور واتشينج، بحبكم قد الدنيا كلها، وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجايه. باي جايز، روحوا كلوا تشيز كيك.